في جلاش حكايه 300 جرام عامل 12 جنيه بس للاسف خلاص عشان مش شايفه خالص عشان سعره كده خلاص. في اشهى جلاش 350 عامل 17.5، وعجينة سمبوسة 400 جرام عاملة 34، وشطورة عجينة السمبوسة 350 جرام عاملة 36. وفي جانو السمبوسة 400 جرام عاملة 29، في سمبوسة بالزيت 400 جرام عاملة 62.5. في العزة عجينة بيتزا ميني 10 قطع، ميني 10 قطع عاملة 85. وفي العزة عجينة بيتزا وسط 3 قطع عاملة 83. وفي كينج ده عيش مكسيكي 5 قطع عاملة 20.5، 5 قطع. والكرتلة 5 قطع من فريسكو عاملة 43، 5 قطع. شوف السمك الفيليه ده عامل كام، ده اللي هو البصل الاحمر ده 750، والصافي 600 جرام عامل 99 جنيه اللي هو الاحمر، والابيض 750 جرام والصافي 600 جرام عامل 115، يبقى الاحمر 99 جنيه والابيض 115. هنا جلاش من جانو الكيس كام 350 جرام، الجلاش عامل 16 جنيه. طب مفيش سعر السلام؟ لا مش حاطين سعر السلام. شطورة جلاش 350 ب 32. صور اللحمة البلدي، اللحمة الملبس عاملة 370 بدل من 379، يعني ناقص 9 جنيه. البرجر ده شنجري عامل 355، والكفتة 355، والصدوق 360، مخصوص عاملة 365، القلوب عاملة 360، وفي كبدة شنجري عاملة 477، البجية عاملة 440 اللي هي وش شنجري، والعكاوي عاملة 420، الموز عامله 420، البوفتيك عامله 440، والرزبيف عامله 440. ده كده بيت سايب العشر قطع احمر عامل كام؟ عامل 56.5، والعشر قطع بلدي عامل 56.5، والكرتونه بلدي عامله 165. الكلام ده واقع على التورتات والجاتوهات، بيجي كده عامله 125 بدل 165، الفراوله دي عامله 155 بدل 185، الجمبري 165، هي الميني دي عامله كام؟ 55 بدل 65، هي حلوه حلوه العروضه، عروضه حلوه كده. بالنسبه للاسعار الهلاميه يعني الشوكليت الكبيره دي 220 بدل 250 حلو، وال 525 دي برضه حلوه، دي برضه كده 125، دي 210. الكوبايه هنا كده عامله 31، عامله كام؟ عامله 14 بدل من 16. قطعة الجاتو بدأ هنا من 17 جنيه 95 بدل من 20، وفي 21 اللي هي الإكلير بدأ من 25، وفي 23 اللي هي الملفيه بدل من 27، وفي ملفيه توفي عامل 30، عامل 23 بدل من 30 أو 27 تقريبا. جاتو كريمة عامل، لا ده الجاتو بدأ كمان من 15 جنيه و 95 قرش بدل من 20، دي كده يعني عامل 16 جنيه بدل من 20، دي كده من 17 و 95 بدل من 20. اللي هي جاتو الفاكهة ده عامل 27، جاتو عامل كام؟ عامل 35. كارت النوتيلا
عامل 33. الميني اكلير كيلو عامل 160. قطع الباتوجي عامل 20 و27. في اللي هي متغطسه في الكريمه وعين جمل عامله 33. البيتشيفور الربع كيلو عامل 73 75 قرش. ده الربع كيلو 73 75 قرش. السابليه الكيلو عامل 255. في كوكيز مشكل الربع عامل 53. في بسكوت لوتس ده الربع كيلو عامل 36 وربع بدلا من 43. اللي هما الاوزان دي اللي حاطينها دي بالربع كيلو. بسكوت القرفه الربع كيلو عامل 43 75. هو العرض على بسكوت لوتس. بسكوت جوز الهند الربع كيلو عامل 47 ونص. في بسكوت بعين الجمل الربع كيلو عامل 52. وفي بسكوت النسكافيه الربع كيلو عامل 43 75 قرش. البسكوت العادي ده كيلو عامل 190. في منه بالشوكولاته عامل 200. ده منين بالملبن ده الربع كيلو عامل 36 وربع. في منين يانسون ده الربع عامل 41 وربع. والسادة عامل كام؟ عامل 38 و75 قرش. في ده للدايت ده الربع كيلو عامل برضه 38 و75 قرش. في قرص ساده الربع كيلو عامل 38 و75 قرش، بس غاليه كده القرص. في قرص ملبن الربع كيلو عامل 36 وربع، لكن الساده الربع كيلو عامل 38 و75 قرش. في محوجه بالوزن الكيلو عامل 37. المرنج ده الربع عامل كام؟ 42 ونص. باتون سليب السمسم الربع كيلو عامل 41 وربع. وباتون سليب الصلصة الربع كيلو عامل 23 و75 بدل من 30 عليه عرض. بسكوت اليانستون ده عامل كام؟ الربع كيلو عامل 40. العيش السكور اللي عاجبني بصراحه حجمه ما شاء الله كبير، و10 قطع عاملين 32 جنيه بس. وحجمه بصوا قد ايه ما شاء الله كبير، بصوا قد ايه 10 قطع. وفي كريب 6 قطع عاملين 33، بس الكريب خلص كمان هو اللي موجود دلوقتي. العيش السكور العيش ده 6 قطع عامل كام؟ 17. اللي بالسمسم عامل كام؟ 6 21. الكايزر عامل 21 6 قطع برضه بالسمسم. دي فطيرة عاملة 17 جنيه. وفي كبيرة عاملة 33 او عاملة 30 قصدي 30. نشوف الكايزر كده الضيق بالشوفان ده عامل 21 6 برضه. واللي بالحبوب 7 حبوب عاملة 24. حلواني اخوان حلاوة بالفستق ده 350 جرام عاملة 137. حلواني اخوان حلاوة سادة ده 530 جرام عاملة 82. و